بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ نتكلم النهارده على الفيربينيا. دي نوع من انواع الجراوند كفر او مغطيات التربه. يعني انا لو عندي حته موجوده عندي في المكان في البيت او موجوده ورا البيت انا مش عارف ازرع فيها ايه، ممكن ازرع على الجراوند كفر اللي هو الفيربينيا. ده طبعا نبات مصر زي ما احنا شايفين، بيدي زهره شكلها جميل جدا، ونبات برضك بالنسبه لنا سعره رخيص، يعني سعره مش غالي. ممكن لو انا عندي ميل موجود مثلا جنب البيت ممكن ازرع الفيربينيا دي، هتثبت عندي التربه في الميول، بتثبت التربه كويس قوي. من النباتات اللي هي سعرها رخيص وممكن احنا نزرعها حتى عندنا في القصر، في القصر زي ما هو مزروع كده ممكن احنا نزرعه برضك، هيدينا شكل جميل جدا وخدمته بتكون سهله. شكرا.